التدخين هواية ومتعة في العشرين، سكر وضغط في الثلاثين، تصلب شرايين في الأربعين، ولا قدر الله ممكن يكون سرطان في الرئة في الخمسين. أهلا بيكم وحلقة جديدة من خطوات. حكايتنا النهاردة عن خالد. خالد بعت لنا على صفحة البرنامج بيقول لنا أنا حياتي بقت سودة جدا، مش عارف أعمل إيه. أنا اتجوزت من حوالي 9 سنين، للأسف أنا مدخن شره جدا جدا. اتجوزت وأنا بقى كنت عديت 30، فعايزة أحس إن أنا بقى شاب بقى وبلعب وبضحك وبهزر مع مراتي. طب ما تيجي تدخني، جربي السيجارة دي، طب مش عارفة إيه، بقينا سهرانين مع بعض. المهم إن هي اتعودت على السجاير. بعد سنة ما كانوش خلفوا، فخالد بيقول أنا خدت مراتي ورحت عند الدكتور، اكتشفت إن إحنا عندنا مشكلة في الخلفة. عملنا حقن مجهري مرة واتنين، وفين بعد ما تعبنا وكنا مع بعض صابرين ربنا كرمنا وبقت حامل بعد 7 سنة من الجواز. هو بيحكي بيقول إن أنا طبعا بتدخن، وللأسف هي بتدخن بسببي، فأنا حاسس بالذنب. للأسف هي معرفتش تبطل التدخين طول فترة الحمل. أنا اللي عودتها عليه للأسف، ودايما كنت بقول لها سيبي السيجارة، وأنا أصلا ما بنصحش نفسي لأن أنا أوريدي بدخن في البيت، أنا عارف إن أنا غلطان. خلفت البنت، طلعت تعبانة جدا، رئتها رئة بتاعتها تعبانة، اتحجزت في الحضانة حوالي شهر ونص وتوفت. أنا حاسس إن أنا السبب، مش هي بس، انا كمان السبب والسبب الرئيسي كمان. مشكلة عندي مش في كده، المشكلة ان انا مراتي دخلت في حالة نفسية سيئة جدا اثرت عليها وعلى جسمها وعلى صحتها، ورجعنا تاني لنقطة البداية ان احنا برضو عندنا مشكلة في الخلفة. يعني انا ربنا كرمني بنعمة انا كنت بتمناها، دفعت فيها فلوس، تعبت فيها جدا، نفسيتي تعبت جدا، الناس بتتمنى ان هي يبقى عندها ضوفر لطفل، انا ربنا كرمني بس انا ما حافظتش على النعمه دي. انا مش عارف اعمل ايه، الذنب قاتلني وفي نفس الوقت حاسس ان انا جنيت على نفسي وعلى مراتي، لان ما كانش المفروض ان انا اي حاجه احولها من هزار لضحك الجد كده. في الاخر بنتي هي اللي دفعت الثمن، بنتي اللي كنت بتمناها من الدنيا هي اللي ماتت وسابتني، يا ريتني انا كنت موت مكانها. طبعا قصه ماساويه جدا، وانا عايزه اقول لك يا خالد ان شاء الله باذن الله زي ما ربنا كرمك مره هيكرمك تاني، بس اظن ان ده درس ليك ولكل اللي بيتفرجوا علينا، ان يا جماعه ولادنا امانه في رقبتنا، دي نعمه، نعمه بنتمناها، نعمه ممكن يبقى حد عنده كل حاجه بس نفسه في ضفر طفل. مش لازم ان احنا يعني يبقى عندنا حب للحياه وحب للذات قوي كده. عايز تدخن دخن بره البيت، افتح البلكونه دخن، انزل تحت في الشارع دخن، لكن مش لازم ان انت تدخن. لكن انا ممكن العب وهزر واضحك مع مراتي، ممكن ابقى مخنوق متضايق مش قادر ان انا انزل، امسك نفسك. ليه؟ لان انت مش لوحدك، لما تبقى لوحدك انت حر، انت المسؤول عن نفسك، لكن معاك اسره، معاك بيت، معاك ولاد، معاك زوجه، حرام 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 حرام. لان دلوقتي انا عايزه اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، انا ممكن ابقى مدمن بمنتهى البساطه، لان الادمان بدايته سجاره. انا ممكن اوصل نفسي ان انا ابقى مدمن، ليه؟ هستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. وفي حاجه تانية برضو انا عايزه اقول لكم عليها، معلومه مهمه جدا جدا، ان اي حاجه بنعملها في حياتنا لمده 6 شهور اتحولت لعاده، ممكن العاده دي تقلب شويه شويه الادمان. انا اتعودت ان انا بشرب كوبايه ميه الصبح، خلاص عديت 6 شهور انا بعمل نفس العاده كل يوم، غصب عني كوبايه الميه دي بقت امان بالنسبه لي. اتعودت ان انا اخد الفنجان القهوه بتاعتي اول ما اقوم واغسل وشي مش عارف ايه، احضر فنجان القهوه، هحس ان يومي باظ وحياتي اتدمرت وكل المشاكل حصلت لي لو انا ما خدتش فنجان القهوه ده. وكذلك السيجاره، اتعودت ان انا اقوم من النوم انا لسه بسير بولع سيجاره. فما نبقى مدمنين لحاجه حلوه، ما نبقى مدمنين للحب، ما نبقى مدمنين للصلاه، ما نبقى مدمنين للحاجه اللي هتفيدنا مش الحاجه اللي هتضرنا.
ونداء اخير كل الاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا، ولادكم امانه في رقبتكم، بجد ولادكم امانه في رقبتكم. النهارده حلقتنا عن التدخين لان الموضوع زاد قوي، احنا ممكن ننزل في اي كافيه ولا نقعد على اي، نلاقي الست بتدخن زيها زي الراجل، الشيشه في ايديها يا اما بتولع السجاير. في ناس بتبقى واخداها موضه وبرستيج وحاجات كده، وفي ناس بتبقى فعلا وصلت لمرحله الادمان. احنا زمان لو كان في ست بتدخن كنا بنقرا زمان بتدخل الحمام وتقفل الباب عليها، دلوقتي عادي جدا. انت يعني بيتكلموا ان هو ياي انت ما بتدخنيش، انت ايه ده سوفاج، انت ازاي كده. فلا يا جماعة، على فكرة يعني على فكرة المفروض ان احنا نبقى متمسكين اكتر بالعادات والتقاليد الحلوة. عايزة تعملي حاجة، عايزة تبقي كويسة في حاجة، اعملي حاجة كويسة تنفعك وتنفع ولادك، لان انت في الاول ام وانت في الاول اب. حتى الشباب الصغير اللي بينزلوا الدروس ويشربوا، يا جماعة الادمان بيبدأ بسجارة، والله بيبدأ بسجارة. السجارة دي بقى تتحول بقى لسجارة ملفوفة، مش عارفة نبدأ بعد كده نعمل ايه، طب جرب دي طب جرب ده. عشان كده هبدأ أولى فقراتي في خطوات النهاردة مع دكتور سامح الإمام، هنتكلم عن التدخين وهل التدخين له علاقة بالإدمان ولا لا. هنعرفه إن شاء الله، هنعرف إن شاء الله كل التفاصيل عن هذا الموضوع باستفاضة بعد الفاصل. فاصل وأنا واصل. التدخين السلبي والتدخين الإيجابي وجهان لعملة واحدة، أضرار كتير بيسببها التدخين، وفيات أحداث كتير بتحصل في حياتنا بسبب المدخنين رجالة وستات. عشان كده هنناقش الموضوع ده باستفاضة في فقرتنا النهاردة مع الضيف اللي منورنا، دكتور سامح الإمام، مدرس واستشاري جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكري بجامعة الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك؟ أخبارك إيه؟ الأخبار؟ منورني كالعادة. ميرسي جدا ليك، ربنا يخليك. موضوعنا النهاردة عن التدخين، وزي ما اتكلمنا قبل الفقرة ودلوقتي برضو بنكمل كلامنا، كارثة من كوارث الزمن إن بقى التدخين جزء لا يتجزأ من حياتنا دلوقتي الناس كتير. دي حقيقة، لدرجة إن الناس بتقول إن إحنا عادة، بقى عادة التدخين في حياتنا يعني. طبعا خليني أقول لك بس مبدئيا كده، أنا بهنيكي وبحييكي على الجملة الحلوة اللي حضرتك قلتيها دلوقتي وأنت بالمقدمة بتاعتك، إن التدخين الإيجابي والسلبي وجهان لعملة واحدة، وده كان واضح جدا في الحكاية اللي حضرتك قلتيها في الأول اللي كلنا بنستناها، إن الجنين توفى ربنا يرحمها يا رب، ما كانتش موجودة أصلا كمان، تأثرت بالقصة دي. يعني أنا دلوقتي في بيت جوزي بيدخن وأنا ما بدخنش، ممكن يبقى ليا أو أتعرض لنفس الأضرار اللي هو بيتعرض لها بالظبط؟ دي حقيقة، وربنا يستر النهاردة بالخناقات اللي هتحصل في البيوت بعد ما نقول المعلومات اللي هنقولها طبيا. قول يا دكتور، اتكل على الله. تمام. أولا ما تتجوزيش مدخن. مبدئيا كده. لا، خليني أقول لحضرتك إن يعني الأضرار كتير قوي 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 قوي. خلينا نتكلم عن نقطة بسيطة وصغيرة قوي. التدخين السلبي على الجنين، على الأم الحامل، لما الوالد يدخن في البيت والمدام موجودة في البيت وهي حامل والجنين مش موجود، ده بيأثر على حاجات كتير قوي. أثر على الجهاز المخي، أثر على الجهاز العصبي، أثر على الجهاز التنفسي، أثر على كل الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان. الولد يطلع متأخر في المدرسة، أبوه وأمه رايحين جايين على المدرسة، الولد متأخر، ده عمل ده جاب ده ودى ده سوا. القصة كلها ان والده كان بيدخن والولد لسه جنين في بطن امه. الدم اللي وصل للمخ قل بسبب التدخين. الولد ادراكه في المدرسة قليل، النمو العقلي بتاعه قليل، حساسية الصدر لما بتجيله في ظل الجو المتغير اللي احنا فيه ده كله بقت سهلة قوي ان هي تيجي، لان الاب كان بيدخن والام حامل. كده اعتقد ان كل الابهات اللي بتدخن هتبات بره في الشارع فعلا. التدخين ممكن يوصل الانسان ان هو يكون مدمن، يعني انا مش قادر استغنى عن السيجار او ان انا اشم ريحه الدخان. دي حقيقه، يعني هي هابت، هي فعلا بقت عاده مع ناس كتير جدا جدا. حتى لو جيت تسالي اي حد بيدخن كده وانت ليه بتدخن، اتعود انه يطلع السيجاره يمسك السيجاره ويدخن واقف. قصه النيكوتين والنيكوتين ريسبتورز والكلام ده كله علميا لسه لم يثبت حاجات كتير قوي 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 قوي. خليني اقول لك معلومه برضو مهمه قوي نخوف بيها الناس تاني برضو اللي بتدخن في البيوت. دراسه اتعملت في كاليفورنيا ثبت بها ان 900 الف بني ادم بيموتوا سنويا من التدخين السلبي. يا نهار ابيض.
يعني احنا بنتكلم في مليون مليون بيموتوا سنويا من التدخين السلبي. السلبي اللي هو هم السلبي. اساسا ما بيدخنوش بالظبط كده، فما بال حضرتك باللي ما بيدخ باللي بيدخن بقى. فدي ده رقم مرعب ورقم. دكتور، اضرار التدخين كده ايه في خطوط عريضه؟ يعني انا عارفه ان التدخين بيسبب ارتفاع ضغط الدم. طبعا طبعا التدخين بيسبب ارتفاع ضغط الدم. الضغط الدم ده لو ارتفع بيوسع الشرايين، خليها تبقى شرايين متمدده ضعيفه رخوه. سهل قوي لو واحد اتعصب وتنرفز وضغطه عالي الشريان يفرقع الراجل يموت لا قدر الله. يا نهار ابيض. وفاه مفاجاه. حضرتك لو جيتي لو حصرنا كل الوفيات الموجوده عندنا في مصر وجبنا اسباب الوفاه المفاجاه هنلاقي ان 85% سبب رئيسي من الاسباب هو التدخين. 85% من كل اللي بقوله لحضرتك ده التدخين بالظبط. كل اللي بقوله لحضرتك ده نتائج علميه موثقه ومثبته ودراسات اتنشرت. الكلام ده كلام يا جماعه علمي بحت، والناس بره ما بتهزرش. الناس جابوا الناس وبيشرحوا الجثث وبيشوفوا الاسباب اللي ادت للوفاه، والكلام ده كله علمي ودي كلها حقائق مثبته. طب دكتور ايه تاني غير ضغط الدم المرتفع؟ الكوليسترول طبعا. بيعلي الدهون الثلاثيه والكوليسترول في الشرايين، يضيق الشرايين. الشريان يبقى حجمه الطبيعي يبتدي يضيق على المدى البعيد. يعني اللي بيدخن وعنده 20 سنه مش هيحس بالكلام ده. هيحس بيه قدام، هيحس لما عنده 30 و40 و50. كل ما تقدم العمر كل ما الشرايين بتقل، الكفاءه بتاعتها بتقل. الشرايين دي بتنقل الدم عشان تغذي كل اجهزه الجسم بالظبط. فلما الشريان يضيق الدم فيه يقل، فتبتدي اجهزه الجسم تضعف فنعجز بدري. حاجه مهمه قوي برضو للبنات، التدخين بيأثر على الجلد، يأثر على البشرة. فبشرة حضرتك وانت بتدخني هتقل نضارتها، هيبقى شكلها مش حلو، هتتضايقي. فتجميليا لا، بتظهر تجاعيد بدري قوي. النمش والبقع وتغيير لون الجلد السودة. كل ده بيظهر بسبب التدخين. طب دكتور هننتقل بقى للهيفي سموكرز او الناس اللي هم بيدخنوا بشراهه جدا زي الحاله اللي كانت معانا في القصه. دول فعلا معرضين يعني تصلب في الشرايين او لا قدر الله الكانسر او سرطان في الرئه؟ لان انا بسمع كمان مش في الرئه بس، ده انا بسمع ان في ناس بيجي لهم كانسر في الصوابع مطرح ماسكه السيجاره او في الشفايف. بتبهريني ياسمين بمعلوماتك الطبيه بجد، اللي انا يعني بتبسط لما انت تقوليها بجد. اللي ياسمين قالته ده حقيقه علميه 100%. خليني اقول لك تاني، اتعملت دراسه على الاطفال الاقل من 16 سنه على مدار 7 سنوات، لقيوا ان الاطفال اللي اهاليهم بتدخن اكتر عرضه لحدوث الكانسر او السرطان لا قدر الله. حاجة تحزن بصراحة. فضلوا متابعينهم 7 سنين 40% كانسر. على مدار 7 سنين. على مدار 7 سنين هم فضلوا متابعينهم على مدار 7 سنين. الناس دي عرضة لأن يجي لهم كانسر على المدى البعيد بقى أكتر من غيرهم ب 40%. معلومة مخيفة. طبعا. معلومة رهيبة. معلومة تخليني وأنا ماسك السيجارة أرميها وما أدخنش. أو أتليست مش هضر غيري، هطلع أدخن بره بعيد خالص في أي مكان. طب دكتور بالنسبة لتصلب الشرايين اللي بيحصل كتير جدا حتى للناس الصغيرة دلوقتي، يقول لك صدري مش قادر اخد نفسي، انا حاسس بكتمة طابق عليا، الحاجات اللي احنا بنقعد نسمعها دي يعني. يعني ده انا اول ما احس بكده، اول ما احس ان انا ببدا القه في النفس، انا بقعد اسمع والله من ناس من يعني حاجات من ناس تزعل وتخوف. فايه بقى نعمل ايه وايه الفيرست ايدز اللي نكون فيها؟ دي صورة حضرتك بعتها لنا، يعني اشرح لنا عليها. بالظبط. يعني هنتخيل ان في شرايين في القلب، شرايين القلب بقى حجمها صغير قوي. فالدم اللي بيوصل للقلب دم قليل. الصورة رقم A ده الشريان الطبيعي والعادي. لما بيحصل تصلب في الشرايين يبتدي اسمه تكلس في الشرايين، يبتدي الوعاء بتاع الشريان يضيق ويقل حجمه، فتقل كمية الدم اللي واصله عشان تغذي القلب. لما تقل كمان اكتر يقل اكتر، فتحصل الجلطه في القلب. دكتور يعني معلش، الدايره اللي في النص اللي هو في الصوره اللي في النص والصوره الاخيره ده معناها ان الشريان ضاق جدا. بالظبط كده، ده الوعاء الدموي اللي هو ضاق بسبب تقلص الوعاء، ضاق بسبب
التكلس يعني الشرعي. الناس المدخنه ده شكل شريان بتاعهم ان هو ما بيتضخش فيه الدم بالصوره الصحيحه. اللي هو رقم سي اللي هو الشكل رقم 3، بس ده احنا يعني ملونينه ومخلين شكله حلو، يبقى شكله وحش قوي عن كده. ما انت جوه بعت لنا صور ما قدرناش نعرضها بصراحه يا دكتور، حالات اعمل صعبه ايه؟ طيب يعني بصراحه. التدخين وحش قوي يا ياسمين والله. دلوقتي لو عايزه ابطل تدخين، يعني انا كشخص راجل او ست عايزه ابطل تدخين، قول لي كده السيكونس او قول لي المراحل اللي انا المفروض اعملها، يعني 1 2 3 كده. تمام، مبدئيا لازم اقتنع من جوايا ان انا باذي غيري وبضر غيري، اقرب الناس ليا. خالد فقد بنته. لو انا تخيلت كده ان انا هفقد بنتي لا قدر الله، هبطل تدخين واوقف تدخين. القصه سهله قوي، احنا في رمضان كلنا بنصوم وما بندخنش. ماشي، بس المدخنين يفضلوا ماسكين نفسهم ويناموا ويقلبوا يومهم عشان يبداوا يومهم بالسيجاره، اكيد حضرتك بيجي لك حالات كده. انا كل اللي انا اقدر اقوله ان التدخين احنا بنموت بدري، بنعجز بدري، بيجي لنا امراض بدري، ما بنقدرش نخدم مجتمعنا، ما بنقدرش نخدم اهالينا لو احنا بندخن. فيعني الطرق كتير والطرق موجوده وكل حاجه موجوده. دلوقتي بقى في جلسات بالليزر بتتعمل لوقف التدخين. سيشن ليزر بنعملها. الليزر بيتحط في الودان كده وبطريقه ميكانيزم معين، عشان وقت الساده المشاهدين وقت حضرتك مش هنقولها يعني، بيساعد على اننا نمنع التدخين. يعني انا ممكن ان انا بطرق بسيطه دلوقتي، وطبعا انا شايفه ان التكنولوجي اتطورت، ان انا اوقف التدخين او ان انا على الاقل ابدا احد منه حبه حبه، صح كده؟ بص يا ياسمين، هي عاده، القصه كلها هي عاده. هو نوع من انواع الادمان. بس الادمان النفسي قبل ما يكون ادمان جسدي وعضوي. انا لو بطلت تدخين فتره وقارنت بين حياتي قبل وبعد التدخين، هكمل في ان انا بطل تدخين. كلام صعب ومرعب، والاحصائيات اللي حضرتك قلتها صعبه ومرعبه، ويعني انا فعلا في حاله من الزعل الشديد للناس كلها. ويعني بجد احنا بننصح كل الناس بتتفرج علينا، ابهات امهات ولاد، ان بجد يعني انتوا سمعتوا دكتور سامح بيقول مصايب بصراحه عن الناس اللي بتدخن. انا نفسي قوي بقى اسالك سؤال، بما ان احنا بنتكلم ان التدخين ادمان قبل ما انهي فقرتي. دكتور، المدمنين اللي بيبداوا بسجاره وبعد كده السجاره بتبقى ملفوفه، بعد كده بيبداوا يوصلوا للشم والحاجات دي كلها، بيوصلوا لمرحله من مراحل الحقن. بيحقنوا شرايينهم بحاجات. جبت المعلومات دي منين يا ياسمين؟ والله القراءة يا دكتور. تمام. فقول لي كده، لما يجي لك حالة عندها أو عندها استعداد إن هي خلاص يعني وصلت لمرحلة إن هي لا قدر الله ممكن يحصل لها بتر لطرف من أطراف جسمها، إيديها أو رجليها مطرح الحقن. تمام. فدكتور احكي لنا. كتير قوي للأسف، يعني أنا بأسف إني بقول كده، بس كتير قوي بيجي لي مرضى شباب زي الورد، محترمين قوي وشيك قوي ولارج جدا في التعامل. بيقولي ان هم باللغه العاميه كده بيضربوا. تمام، ده مصطلح كده يعني مدروج ومعروف، الضرب اللي هو وصل لقصه ان انا بحقن. بيحقن بقى في الرقبه، في ناس تحقن في الفخذ، في ناس تحقن في الرجلين، في الايدين، اي مكان اكسسبل انه يحقن منه بيحقن منه. مفروض هم بيحقنوه بطريقه معينه، مش مفروض ان انا اقولها عشان ما نعلمش الناس. بس بيحقن غلط. الحقن الماده اللي بيحقنها دي لو جت في الشريان بتقفل الشريان، بتعمل جلطه في الشريان. يعني ممكن فعلا الحقن نتيجه الادمان يسبب بتر؟ يا فندم مش ممكن، ده اكيد. انا في عندي عيانين عملنا لهم بتر، في عيانين لحقناهم الحمد لله، لكن المعظم للاسف على الاقل بيعيش هانديكابت، ما بيعيش طبيعي. بنتدخل وبنلحق العيانين، بيجيله عجز في حاجات معينه. بالظبط. تمام، يعني خلينا مقتنعين ان هو لازم مصحه نفسيه ولازم علاج نفسي ولازم علاج تاهيلي ولازم كل الكلام ده لازم يكون موجود. يعني لو هو عنده اراده ممكن يتعالج من البيت؟ هيتعالج، وياما ناس اتعالجت وياما من البيت، مش لازم تروح مصحات والحاجات اللي احنا بنقعد نشوفها. حضرتك انا عندي بعض العيانين اللي جم وخفوا وبقوا كويسين. انا لما بيجي لي عيان مدمن انا بكلم العيان اللي كان مدمن وخف وبتصل بيه بيجي. الله، عشان ينصح زميله ويقول له الوضع 1 2 3 4 وانا كنت وعملت وبطلت وخفيت وكده كله. جه بقى عليهم بجلطات في الاورده، جه عليهم بجلطات في الشرايين، جه عليهم بتمددات في الشريان، تلاقي رجليه مورمه، ايديه مورمه. طبعا ناهيكي عن البيهيفيرز الغريبه بتاعته. طبعا. والله يا جماعه حرام، والله العظيم حرام. يعني النهارده حواري مع دكتور سامح، لا حرام
انتوا احنا ممكن نموت بسبب التدخين، ممكن نموت بسبب الادمان، ممكن نموت اللي حوالينا، ولادنا، عيالنا، حبايبنا. حرام والله، حرام. يعني نبدا كده واقفه مع نفسنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبدا بقى كده صفحه جديده على قد ما اقدر. انا بقولش يعني بالراحه، شويه شويه، زي كده اللي بيبقى مدمن للصلاه بدا بركعه اتنين تلاته خلاص بقى الفروض عنده ادمان. فحرام يا جماعه، حرام بجد، عشان خاطر ولادنا، عشان خاطر الناس اللي حوالينا. هنروح لفاصل وفقره من فقرات خطوات. فاصل وانا قصر. فقرة جديدة من فقرات خطوات. نزلنا نكمل خطوات علشان سمعنا عن ماركة جديدة للبواريك اسمها تيبي ويكس. رحنا شوروم، لقينا حد قمر قوي، هتشوفوه دلوقتي حالا، عامل حاجات جديدة مختلفة. تعالوا كده ما احرقلكوش الدنيا وتشوفوا معانا دكتور مهتاب صاحبة شوروم تيبي ويكس. ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ انتي عاملة منوراني. انتي اللي منوراني اصلا، شوروم كلها منورة بيكي انت والكرو بتاعك. ربنا يخليكي. طبعا انا عايشة وسط بواريك 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 بقت ترند دلوقتي. احكي لنا بقى، قولي لي انت قلتي لي ان انا عندي حاجه يونيك وحاجه كده مختلفه، ايه هي؟ بصي، احنا الحاجه اللي بتميزنا ان احنا اول براند بوريك في مصر كلها. يعني احنا لا بناخد من سبلاير ولا بناخد من اي مستوردين، من مستورد او من اي حد في مصر. احنا لنا برودكشن لاين، لنا خط انتاج في مصنع من اكبر مصانع الشعر. احنا بنصمم بواريكنا بنفسنا. تمام. الالوان والماتيريال والكاب والكاب كونستراكشن، التصميم بتاع الكاب، كل حاجه احنا بنصممها، عندنا التيم بتاعي بيصممها، بنبعتها لمصنع، مصنع بينفذها وبتجينا. فعشان كده مفيش ولا وجه عندنا تلاقيها في عند اي حد في مصر، يعني ولا بره مصر كلها. تعتبري ورشه تفصيل. بالظبط كده، احنا ورشه تفصيل. احنا بنتميز بحاجتين، غير ان الحاجات عندي حاجات ريدي تو وير، يعني الحاجات دي كلها من تصميمنا احنا. دي من تصميمنا احنا، الوان، ماتيريال، كاب، كل حاجه دي احنا بنصممها، بتتنفذ مخصوص لينا، تنزل لنا احنا وبس في مصر، سبيشال ليكم، سبيشال لينا احنا، استحاله تلاقيها في اي حته ثانيه. ده للبراند بتاعنا. وفي حاجه ثانيه، زي مثلا الكلاينت جات لي وليها مثلا سبيشال اوردر، عايزه لون معين، عايزه شكل معين، انا باخد الميجرمنت، باخد المقاسات بتاعت راسها وببعتها للمصنع عندي بكل المواصفات اللي هي عايزاها. خلال شهر ونص بيكون الوجه عندي زي ما هي عايزاها بالظبط. يعني الوجه يعني انا دلوقتي لو انا عميل مش هاجي اخد اختار حاجه من الشوروم الا لو الحاجات الا لو الحاجه طبعا عاجباكي. لكن غير كده انت بتفضلي ان كل واحده يكون ليها الستايل او التفصيله بتاعتها. بصي، احنا بنرضي كل الاذواق، يعني احنا بس ده شيء جميل ومريح جدا. بصي يعني احنا بدون مبالغه، احنا اكبر شو روم بتعرض كميه البواريك دي كلها، كل الالوان ممكن تتخيليها، كل الاطوال، كل الكثافات، كل التكستشرز. بصي، اي حاجه انت بتحلمي بيها هتلاقيها. لو ايفن مثلا ده احتمال بيبقى بسيط، لو انت مثلا عايزه حاجه معينه مش موجوده عندي، خلاص المصنع بينفذها لك زي ما انت بتحلمي بيها بالظبط. يعني انا باجي اطلب وانتوا ايه تحققوا لي الحلم بتاعي بالظبط بمقاساتك. يعني مثلا في مثلا كلاينت تكون مثلا دماغها صغيره شويه، في دماغها تكون كبيره شويه، حاجه اوت اوف ذا ستاندرد، انت فاهمه؟ يعني حاجه غير مختلفه، مش مختلفه غير المألوفه، خلاص هي بتجي لها. او حد عايز الطول الطويل قوي 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 بزياده، فاهماني؟ او حد عايز القصير قوي قوي بزياده. الحاجات اللي هي مش مألوفه عليه، مش مألوفه علينا، دي بتتنفذ. طيب اول طبعا سؤال، انا عميل لو عايز اجي بقى عايز اخد باروكه عشان اغير الستايل، لا تقع اوعي. لا انا خايفه بقى، انا بتنطط وبجري وبلعب، اتخانقت مع جوزي اداني بوكسين. لا يديك بوكسين، بصي يضربك زي ما يضربك، ما تخافيش، هو هيتعب والوجه مش هتقع. فعلا فعلا. طب ازاي؟ قولي لي ازاي. في كذا طريقه للتثبيت. التثبيت ده حسب الكلاينت بتاعتي عايزه ايه. يعني مثلا في كلاينت عايزه ايه، تلبسها وتقلعها كل ساعه، دي لها طريقه. في كلاينت عايزه تثبتها يومين، عايزه تثبتها ثلاثه، في كلاينت عايزه تثبتها اسبوع. انا شايفه حاجات كده وسبلايز. بصي هقول لك حاجه، يعني مثلا الطريقه العاديه ان بيبقى الويج، الطريقه العاديه اللي واحده هتفضل بيها طول اليوم هتقلعها بالليل عشان خدها في الويج. احنا بنحط الاستيك من، تحط الاستيك من جوه وكليبسات ومشابك وكده، دي بتثبتها جدا. زي مثلا انت عايزه، لا عايزه تلبسيها يومين ورا بعض، في طريقه للتثبيت ان انت تلبسيها يومين ورا بعض. زي مثلا ايه، في دي، ده الويج جراب، ده عباره عن ايه، ده زي باندانا احنا بنستوردها مخصوص من امريكا للكلاينتس بتوعنا، بتتلبس عكس اتجاه الباروكه عشان استحاله الباروكه تقع منها، فاهماني؟ بصوا يا جماعه،
ده عامل زي كده بصي زي كده بس زي فعلا خامته اللي هو بصي هو خامته قطيفه بس قطيفه معينه انت تلبسي عكس الاتجاه بالظبط عكس اتجاه الوجه بحيث ان انت تتشقلبي بيها استحاله تتحرك ده لازم من عندك صح بصي احنا بنستورد كل حاجات تثبيت البواريك احنا بنستوردها مخصوص من امريكا للكلاينتس بتوعنا اول مره اشوف للكلاينتس بتوعنا بس بصي في طريقه ثانيه في مثلا الجل ده مجرد جل شعر مش لزق لان لزق البواريك ده بيدمر الشعر وبيدمر الجلد وبيعمل التهابات وبيوقع الشعر بتاعك وبيبوظ لي كمان الباروك ده جل قوي جدا جل امريكي من كتر ما هو قوي اكتشفوا في امريكا انه بيثبت الليس بيثبت التول بتاعه الباروكه من 4 لـ5 ايام يعني واحده ممكن تحطه على شعرها وامن جدا بصي امن لانه مش لزق ده مجرد جل بيتشال بالميه بس بيثبت التول بتاعي من 4 لـ5 ايام ولا بيضرك ولا بيضر الباروكه ولا بيأثر عمرها ولا حاجه حلو جدا جدا تمام وعادي اتحرك بيها عادي انزل بصي تتحركي بيها وتنزلي وتتشقلبي حد عايز ينزل الميه بصي لو حد عايز ينزل الميه بيبقى في نوع معين من انواع الجلو عشان تنزلي بيه الميه ليه عشان هو يبقى ووتر ريزيستنس اللي هو ضد الميه عند كل الحاجات كل بصي كل حاجه انت عايزاها للوجه اي اكسسوار اي حاجه اليوتيوبرز الكبار جدا اللي بيعرضوها على الفيديوهات بتاعتهم هي عندنا ان شاء الله كل حاجه بس بتبقى سبيشال للكلاينت بتوعنا بس ما بنبيعهاش لاي حد طب تعالي بقى ندخل طبعا دلوقتي احنا داخلين وانا عايز اقول لك حاجه انت كنت بتقولي الوجه تقع ومش تقع والكلام ده صح كده طيب ممكن تشدي شعري دي باروكه دي وجه كامله شدي وشوفي شدي لا لا خدي راحتك خلاص يا جماعه كفتها بس خدي راحتك جميله قوي بجد برافو بس دي من الاول خالص بصي احنا ما فيش عندنا حاجه اسمها شعرك يبان لان انت لو شعرك بان ده معناه انها مش وجه بصي لا لا دي مش معناها دي معناها انها مش وجه دي معناها انها ميني باروكه طب تعالي بقى نروح للالوان والقصات احنا داخلين دلوقتي على سيزون الربيع طبعا كل البنات بدات بقى تجهز الكولكشن هلبس كذا طب هغير في الالوان طب هغير في اللوك يلا قولي لي بقى انا عايزه اغير في لوك شعري اعمل ايه بصي بقى اول حاجه اللون ده يرتبط بالحاجه اللي هتليق عليك يعني ما فيش حاجه اسمها موضه احنا هنيجي كل واحده ليها طبيعه بشره وليها شكل وش معين انا مع الفكر ده قوي جدا وليها طول معين هيليق معايا يعني انا عايزه حاجه اكتر حاجه ترندي البلوندات بكل الوانها بصي كده وراكي شايفه ده احنا الكولكشن ده بصي الكولكشن ده احنا عاملينه مخصوص عشان خاطر الامهات بالمناسبه ياسمين عايزه اقول لك حاجه في سبيشال اوفر معمول للمشاهدات بتوع خطوات وبتوع ياسمين بس ايوه بقى يا جماعه ايوه بس كده انا جيت بقى تبي ويكس عشان اعمل لكم ديسكاونت 10% 10% خصم بمناسبه عيد الام للمشاهدين بتوع ياسمين حبيبتي ان شاء الله باذن الله يبقى عيد ام جميل وكله بواريك وخصومات وحاجات كده فظيعه والله انت قمر حبيبتي ربنا يخليكي انت قمر وجميله انا استمتعت جدا بالفقره دي حبيبتي تسلميلي وهستناكي المره الجايه عشان تلبسي لا ان شاء الله باذن الله وفعلا يا جماعه الموضوع ثقافه يعني انا وانس ان انا عارفه ان انا بعالج شعري وان انا هبدا ان انا اعمل لوك علشان جوزي يكون مبسوط وانا نفسي اكون مبسوطه احس ان انا غيرت في حياتي المود بتاعي لا الدنيا بتفرق قبل ما نشتري حاجه لازم نبقى عارفين ان هي حاجه مضمونه حاجه فعلا فلوسنا هتتحط في حاجه كويسه وفي نفس الوقت حاجه تكون لايقه عليا بصي وعايز انصح كمان المشاهدين بتوعك بحاجه قبل ما تيجي تشتري الويج لازم تلفي على ستورز كتير تاخدي فكره عن كل البراندات اللي موجوده واصلا مفيش براند غيرنا بس تاخدي فكره عن كل الستورز اللي موجوده بحيث ان انت تقدري تميزي فرق الكواليتي فرق الفينش فرق الشعرايه فرق اللون عشان لما تيجي تدفعي فلوسك تحسي ان انت حطاها ايه في مكانها مهتاب صاحبه تابي ويجز ستور انا مبسوطه جدا ان انا اتعرفت عليكي انت جميله أكثر. شكلا وموضوعا وعسولة كده واحلى حاجه ان احنا نروح لمكان يعني يكون انا رايحه اعمل ستايل الاقي حد ستايل بيتعامل معايا يعني ثانك يو سو ماتش واشوفك على خير ان شاء الله باي باي نورتي باي باي مصر بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة عندنا حتة الحنان المسؤولية تجاه الآخر أنا ممكن أبقى سايقة عربيتي أقف ألاقي حد عجوز حد مثلا محتاج لمساعدة أنزل أركن عربيتي أعدي الشارع عندنا كده حتة الحنية أو حتة إن احنا نحس بالطرف الآخر احنا في شهر مفترج شهر رجب خلاص شهور كلها خير كلها حب شهور كده بتقول لنا يعني ممكن ننقي نفسنا من اي حاجه نكون عملناها غلط من غير قصدنا عشان كده النهارده منورنا في الاستوديو استاذ سمير السيد رئيس جمعيه صدقه جاريه
الفقرة دي يا جماعة احنا القصد منها ان احنا ممكن نكون عايزين نعمل حاجة ومعانا حاجة بسيطة قوي، بس احنا عايزين نوظفها صح علشان نحس ان احنا عملنا حاجة، وفي نفس الوقت يجي لنا المردود بفرحة وبحب ان احنا ساعدنا غيرنا. منورنا استاذ سمير. حضراتكم اللي منورين، والشاشة الكريمة والضيوف والناس اللي بتشاهدنا هم اللي منورينا دايما. ربنا يخليك. طبعا كلمة صدقة او كلمة زكاة او كلمة ان انا معايا حاجة عايزة اتبرع بيها دي ليها حاجات كتير، بس انا بحب ان انا اتجه انا كمواطن مصري على قدي مثلا، بحب ان انا اتجه لحاجة القرشين اللي معايا احطهم في حتة ابقى عارف ان هي راحة للخير. احنا علشان كده جينا النهاردة ونقول لحضرتك ونقول للناس الطيبين الكرام اللي بيشاهدونا اننا عملنا جمعية اسمها جمعية صدقة جارية. اسمها ايه؟ جمعية صدقة جارية. ليها ترخيص واشهار. اشهارها حصلنا عليه بفضل الله عز وجل من وزارة التضامن الاجتماعي برقم 709 لسنة 2013. بعد كده اخذنا ترخيص جمع مال في بنك مصر، او عايز اقول لحضرتك في جميع فروع بنك مصر. رقم الترخيص بفضل الله عز وجل 101-1-800-800. حضرتك ما تقدريش تاخدي الترخيص ده الا لو كنت عضو فعال عايزه تعملي حاجه اسمها مشاركه اجتماعيه. هنا تمام. بنقول ان احنا بنقدم مشاركه اجتماعيه. بنقدمها ليه؟ لاننا بنحب تراب بلدنا. بنقدمها علشان احنا بنحب مصر وبنحب المصريين. دورنا ايه في جمعيه صدقه جاريه؟ دورنا اكتشاف الاحتياجات، انك تكتشفي الجوهر السمين ده، تكتشفي مين محتاج الجنيه ومحتاجه ليه بالظبط. المتبرع ما تدوريش عليه. ليه؟ لان المتبرع بامر من ربنا سبحانه وتعالى هيجيلك لعندك وهيدور عليك يوم ما يعرف انك انسان صادق وجمعيه بتقدم خير بجد. النهارده وانا مع حضرتك عايز اقول ان عندنا نموذج، هنتكلم عن نموذج واحد بس. عندنا بلد في محافظه الشرقيه تواصلوا معانا من خلال جمعيه صدقه جاريه. قالوا لنا احنا عندنا جامع قديم قوي والجامع هيقع علينا. هنا اضطريت ان ابعت فريق يعمل بحث. نزل الفريق وجد فعلا كلام الناس صدق. نزل الفريق علشان ايه؟ علشان يسمع للناس؟ لا طبعا. نزل الفريق علشان يشوف فعلا الجامع ده موجود قديم؟ ايوه موجود قديم. بعد كده الفريق دوره مش هنا وبس، الفريق دوره بعد كده يلف في البلد في القريه، في جامع تاني ولا هي كتر جوامع وخلاص؟ مفيش غيره. بتتاكد ان الموضوع فعلا محتاج مساعده. انا واحد من فريق. انا جزء، لكن العجله مش هتدور بيا، العجله بتدور ببقيه الفريق اللي موجود، فريق كبير جدا، شباب ما شاء الله كلهم متحمسين للعمل الخيري، لانه كلهم يعني اقول لحضرتك عارفين يعني ايه صدقه جاريه. تمام؟ هنا بعد الفريق ما اتاكد ان مفيش غير المسجد ده، ومفيش بفضل الله عز وجل صغير في القرية أو كبير إلا وانتمائه بفضل الله إن الجامع ده يتبني من جديد. كلهم إن شاء الله. كلهم عندهم يقين واثقين بفضل الله عز وجل إن النهاردة وإحنا مع حضرتك في القناة الكريمة دي هم واثقين، لأنهم النهاردة أمام الشاشة بيعملوا إيه؟ شايفين نفسهم بيتفرجوا، عايزين يعرفوا مين هيساعدهم، مين هيمد إيده ليهم ويقول لهم أنا هعطيكم مما أعطاني الله عز وجل. إحنا معانا تقرير للجامع. أنا عايزين نعرضه ونرجع. أنا عايز قبل التقرير. اتفضل يا فندم. عايز أقول للناس إحنا أعطينا فرصتين هناك لأهل البلد. السيدات وقفوا قالوا إحنا زينا زي الرجالة. تخيلي النهاردة قالوا زينا زي الرجالة. فقسمنا التقرير لاتنين، جزء أول للستات للسيدات وجزء تاني للرجالة. ليه السيدات؟ علشان كل أم بتشوفنا تقول للسيدات اللي هتشوفهم دلوقتي احنا هنساهم معاكم ونشارك معاكم ونساعدكم، انتوا مش لوحدكم، احنا كلنا مع بعض هنبني الجامع ده. فممكن بعد اذنك استاذ سمير، الست المصريه ب 100 راجل طبعا، يعني اكيد حضرتك من واقع الجمعيه ومن نزولك كتير للمحافظات، لا الست المصريه على فكره لما بتقف ب 100 راجل. انا عندي مسجد في محافظه ثانيه اعلنته بفضل الله عز وجل تم بنائه من سيده واحده مصريه ما شاء الله بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. بس مسجدنا النهارده محتاج لكل المصريات لانه كبير قوي ومفيش غيره في القريه، فاسمحي لي نسمع للامهات. تمام. جايين النهارده لحضراتكم من بلد جديد وعنوان جديد بصدقه جديده، قريه مفيش فيها جامع الا جامع واحد قديم. انت هنا النهارده ليه؟ عشان نبني الجامع. عشان تبنوا الجامع؟ اه. وانت واقفه كده ليه؟ انا عشان الله يصلح حالك عايزين نعمل الجامع ده. في كم جامع في البلد؟ واحد بس. جامع واحد بس. واحد بس. زمان مش لاقيين جامع يصلوا فيه، ناس غلابه مش قادرين يعملوه.
غلبيات، مفيش امكانيات. احنا حدانا عيال في التجاره مش عارفه اساميها، فيها عيال كتيره والله ما لهم عدد، وعايزين الجامع يتعامل للاطفال. عايزه تقول ايه؟ عايزين نبني الجامع لعيالنا، عايزين نبني الجامع لعيالنا زي ما تبني للناس اللي هيكسبك ويخليك ربنا. او النبي لا يخليك. لنا ما الصلاه لنسوان تسجد الله وتصلي وتضربنا حق، بنصلي في البيوت والرجاله جمع على قد الرجاله بس، وعزبة اسره كبيره ما باخدهم وبصلي بره. في الشارع. والله بيصلوا في الشارع. مشاهدينا الكرام، موضوعنا اننا النهارده موجودين في البلد علشان عايزين نبني جامع. احنا طالبين جامع للحريم نصلي فيه وعيالنا تصلي فيه في رمضان وغير رمضان. عايزين جامع لله، ما فيش الا مسجد واحد بس في الوايب. ان شاء الله باذن الله. مش فله هو بس والله، لو الجامع ده السقوط لو انزال ما فيش اي جامع حدانا هنصلي فيه. عاوزين الجامع، ربنا يصلح حالكم يا رب ويخليكم جامع نعرف نصلي فيه واولادنا تصلي فيه. حاجه توجع القلب يعني بصراحه، يعني حاجة يعني الناس عايزة تصلي، مش عارفة أقول إيه. تعليق حضرتك. حضرتك ما يعني الناس عايزة تصلي، والناس أنا النهاردة بفتخر بيهم. أنا النهاردة بقول إن الناس دول أنا بفتخر بالسيدات الأمهات اللي كانوا واقفين دول. أنا بصراحة فرحان جدا إن كنت معاهم، وفرحان إنهم أعطوا فرصة لينا من باب الدال على الخير كفاعله. أنت حضرتك دلوقتي ليكي أجر، وإحنا لينا أجر، والناس اللي بتشاهدنا لينا ليها أجر، واللي هيدل حد من اللي هيشوفونا دلوقتي في القناه الكريمه ليه اجر. يعني اللي هيتصدق النهارده في بناء المسجد ده بفضل الله عز وجل ربنا هيأجره على نيته السليمه. انت قلت لي كده حاجه يعني، واحنا بنتفرج على التقرير فقال لي شايفه البيت اللي ورا ده، البيت ده كان فيه ايه يا استاذ سمير؟ البيت اللي ورا ده، البيت اللي جنب المسجد، بيت قديم كان بالقش، السقف بالقش. دخلت البيت، بعتوا لي رساله، يعني انا ما ادخلش بيت حد الا باذن، بعتوا لي رساله قالوا لي تعالى. دخلت البيت وجدت راجل عنده 90 سنه، فسالتهم مين ده؟ قالوا لي ده الراجل اللي كان بيصلي الفجر والعشاء وبينظف المسجد. للاسف الشديد كبير، مش قادر يتحرك. عايز اقول لحضرتك انه ما بيتحركش من السرير، يعني كفايه كده ان انا اتكلم عنه كده. بيته بالطين، فدخلت وكنا في مطر ولقيت الارض معجنه شرب كده، عارفه الشرب اللي هو الطينه؟ فخرجت لشباب القريه قلت لهم هاتوا الراجل ده بره. قبل ما اهدم المسجد، قبل اي حاجه، قالوا لي ايه؟ قلت لهم طلعوا الراجل ده قدامنا 20 دقيقه. مش 20 دقيقة وقتنا، لا 20 دقيقة وأنا مع الناس. خرجوا الراجل بره، قلت لهم خرجوا العفش بتاعه، شوية حاجات بسيطة كده خرجوهم. جبت لودر قلت لهم اهدموا البيت. قبل ما اهدم المسجد وقبل ما اشتغل في المسجد، من تبرعات الناس بنيت البيت في 10 أيام بفضل الله عز وجل. عايز أبشرك بالأمس يعني كانت السقف بتاع البيت. ما شاء الله ما شاء الله. هي النقطة دي وجعتني، لأن هو بيقول لي شايفة البيت ده فيه المؤذن اللي كان يعني من غير أجر ومن غير أي حاجة. لا، ففي ناس فعلا محتاجة المساعدة. احنا ممكن نروح لتقرير بقى الرجالة ونبدأ نتكلم. الرجالة علشان احنا طبعا اتكلمنا في موضوع تاني. أنا طبعا عايز أقول لرجالة الشرقية لما اتكلمنا والسيدات اتكلموا، طبعا سيبنا الرجاله علشان نعطي لهم المكان الاكبر، لان رجاله الشريعه ليهم في قلوبنا مكان كبير. طبعا طبعا. فاسمحي لي زي ما حضرتك قلت اننا نسمع الرجاله رايهم ايه. يلا بينا نشوف في التقرير ونرجع تاني. اسمك ايه؟ محمد عبد عثمان. واقف مع الرجاله ليه يا حاج محمد؟ عشان نبني لنا جامع جديد وحلو زي بقيه الجوامع. احنا عايزين اهل الخير يساعدونا عشان نبني الجامع، عشان خاطر عيالنا واحنا برضه، عشان احنا الوقت في يوم الجمعه بيبقوا مزنوقين في بعض. والله عالم غلابة يا عم، اقسم بالله عالم غلابة. عاوزين نعمل توسعات للمسجد، المسجد صغير وما باخدش صلاة الجمعة، بقى الناس برا وقديم. نحمد الله ونشكر فضله، ده أول حاجة، وعايشين وبنكشف وبنتعالج وحلوين وبناكل وبنشرب. بس احنا قصنا حاجة واحدة بس، عايزين نصلي. أرجو من الناس الطيبين الفاعلين الخير ينظروا لقرية الوهيبة كالقرية غلبانة ومسكينة وعلى الله. فنرجو من الناس اصحاب الحاجات الحلوه تبرؤوا لمسجد الوهيبه، وعايزين يبقى جامع بسم الله ما شاء الله حاجه بيرضي الله. عايزين يا استاذ سمير يبقى لنا جامع زي البشر اللي بيصلوا، وعايزين حتى نظيفه نصلي فيها عشان عيالنا والجيل اللي طلع حتى نصلي فيها. عايزين يا استاذ سمير ربنا يصلح حالك، وعايزين من الدنيا جامع بس. عايز اقول الناس دي كلها ناس غلابه، واللي ربنا يقدرها على حاجه يدفعها. عايزين نبني جامع عشان العزبه كترت وعيالها كتيره، ومش حدانا مسجد غير المسجد ده. اقسم بالله يا استاذ سمير، اقسم بالله العظيم، بعد ما الجامع ده هينزال احنا ما هنلاقي مكان نصلي فيه. البلد كلها اهلها ناس غلابه وكلهم على باب الله ويستاهلوا كل خير. احنا عاوزين الناس
تقف معانا عشان احنا دلوقتي معاش حد انا جامع نصلي. ربنا يا رب يجازيك خير، وان شاء الله يا رب تفضل كده مصر كده ايد واحده يا رب باذنك يا رب. هي حاجه بصراحه توجع، بس انا مبسوطه ان الهدف منها حاجه احسن. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انت بتقولي ان الفقرات دي بيكون صعب عليكي صح، فانا عايز اوصلها للناس، لان الناس ممكن تسالك تقولك صعب عليك ازاي. انت ممكن قلبك الطيب ما بيتحملش، في ناس كتير قلبها الطيب ما بيتحملش، انا عارف، بس انا عايز حضراتكم نكون ايد واحده مع بعض علشان نسعد الناس دول، لان الناس دي محتاجه. ارقامنا يا طيبين اللي موجوده امام حضراتكم، لحظات ودقائق بسيطه دي موجوده علشان ندلكم على مساجد في امس الحاجه للبناء. انا ما عنديش كلام تاني اقوله غير اننا جمعيه صدقه جاريه، علشان لو في مشاهد لسه بيشاهدنا حالا، احنا جمعيه صدقه جاريه تم اشاره تحت رقم 709 لسنه 2013، حاصلين على ترخيص جمع مال من وزاره التضامن الاجتماعي، رقم حسابنا تم ترخيصه في بنك مصر موجود، رقمه 101-1-800-800 باسم جمعيه صدقه جاريه. انا بجد بشكرك ان حضرتك اعطيتلنا الفرصه الكريمه دي. نورتني، الله يكرمك. نورتني. الارقام يا جماعه على الشاشه، التواصل، دي جمعيه محترمه، جمعيه مسجله، جمعيه ليها رقم وليها مكان في مصر، احنا ممكن نتواصل معاها. انت نورتني وشرفتني يا استاذ سمير فعلا. وعايزه بس اقول حاجه كده اخيره قبل ما نروح لفقراتنا اللي بعد كده، الدال على الخير كفاعله يعني. صح. فانا عن نفسي انا حاليا وانا قاعده انا مبسوطه جدا، يا رب يا رب يا رب اكون اخذت ولا يعني ولو اجر كده بسيط يا رب، وان شاء الله كده نفضل ايد واحده يا رب باذنك يا رب. هنروح لفاصل ونكمل باقي فقرات خطوات، فاصل ونواصل. مكتب ار اس الاستاذ محمد ريان، نخبه من اقوى المدربين المتميزين اللي اتكلم عنهم الاستاذ محمد ريان، واللي اكد فيها على انهم مش بيقدموا كورسات محاسبه زي المتعارف عليها في السوق، وده ببساطه لانهم خاضوا المجال بنفسهم وواجهوا كافه المشاكل اللي بتواجه اي محاسب قانوني. عمر ما كان الانترفيو بيمثل مشكله او عقبه بالنسبه لهم، وده اللي اهلهم انهم يخوضوا مشوار النجاح اللي لولاه ما كانوش هيكونوا موجودين معانا في الحياه. من 1000 محاسب اتدربوا معانا وبدأوا مشوار النجاح. بقينا بنشوف خطط ومشاريع كتيرة في تطوير الاقتصاد، ورجع تاني الدور لرجال الأعمال إن هم يساهموا في بناء الصناعة المصرية وإن هم يعلوا من الاقتصاد المصري. عشان كده معانا النهاردة منورنا في الاستوديو أحد خبراء التكتلات الاقتصادية. معانا ضيفنا اللي منورنا أستاذ محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة التكتلات الاقتصادية وإدارة المشروعات، شركة مساهمة مصرية، مدير ومحاضر أكاديمية آر إس فاينانشال، والمصنفة رقم 1 في مصر والشرق الأوسط لتأهيل إعداد المحاسبين وتجهيزهم لسوق العمل، المستشار المالي وخبير الضرائب لدى العديد من شركات الأموال والأشخاص داخل مصر وخارجها. زي حضرتك، أخبارك إيه؟ منورني. ربنا يخليك. التكتلات الاقتصادية طبعا كلمة كبيرة ومحتاجة شرح. أيوة فعلا. اشرح لنا يعني إيه بقى؟ هي فكرة التكتل جاية من التجمع، ان احنا نتجمع مع بعض ونعمل كيان واحد، فهي ده فكرة التكتل اصلا او مسمى التكتل. انما فكرة التكتلات جات ازاي او معنى كلمة التكتلات، انه اكتر من شخص يدخلوا مع بعض في مشروع واحد ويعملوا كيان اكبر من وجود شخص لوحده. ده معنى كلمة التكتل. حضرتك ازاي؟ الفكرة جات ازاي؟ هو بحكم ان انا محاسب قانوني وعندي زي ما في البرزنتيشن كان موجود كده، عندي مكان لتدريب المحاسبين. فاحنا في خلال ورش العمل اللي بنعملها دي بيبقى في دايما نقاشات عن المشروعات وعن وسائل نجاحها وكده، فكان افضل الطرق اللي كنا بنقول انها بتسبب نجاح للمشاريع هي وجود عدد كبير من الشركاء علشان يسندوا المشروع ده لغايه ما يقف على رجليه. وكان بعد 2016 و17 كده ابتدى توجه ناس كتيره جدا لانه يسيب الوظيفه والعمل الوظيفي ويعمل مشروع، بس ده كان بيبقى عنده خوف، يعني هو خايف يعمل حاجه زي دي. فاحنا ابتدينا نقول للناس لا ما تخافوش، بس اهم حاجه ما تدخلش على مشروع لوحدك، يعني ابتدي جمع اصحابك، جمع الناس اللي تعرفك، واعمل دراسه جدوى محترمه وقويه، ومنها اعمل مشروع قوي هينجح، مش هيحصل فيه مشكله، حتى لو حصلت مشاكل التجمع والتكتل ده هيسندوه لغايه ما يقف على رجليه.
وبالتبعيه علشان في عندي فولورز كتير على الفيسبوك وكده، فابتديت اعمل لهم دراسات جدوى كامله للمشروعات العقاريه. طبعا حضرتك عارفه انه في مصر دلوقتي في طفره عقاريه كبيره جدا طبعا، وتوجه الدوله تقريبا كله بيسند القطاع العقاري. بالظبط. فده خلانا نقول ان افضل قطاعات نقدر نعمل فيها مشاريع مستقله او مستقره هي العقارات. فابتديت اعمل دراسات جدوى كامله لمشاريع عقاريه واطرحها عندي على الصفحه لمده تقريبا سنه، يعني عندنا 2017 دي بالكامل كل اسبوعين ثلاثه ننزل دراسه لمكان جديد في العقارات، لغايه ما ابتدى الناس يبقى مردودها بالنسبه لي طب اشتغل انت واحنا معاك، يعني احنا مش عارفين نجمع العدد الكبير ده، لو انت تعرف تجمع عدد وتبدا بيه اشتغل. وده خلانا جينا في 2018، في اول 2018 كده، واعلنا بقى الاعلان الرسمي عن اول تكتل للافراد في مصر الحمد لله، يعني اول تكتل اقتصادي، اول تكتل اقتصادي في العقارات في مصر، وبالفعل عمل ضجه فعلا الحمد لله. يعني هو الحمد لله، يعني انا ما كنتش متوقع اصلا انه يبقى في العدد الكبير ده اللي مؤمن وعايز يدخل معانا في المشروع. انا قلت هدي دراسه الجدوى وممكن يدخل معانا عدد مش كبير، وناخد فتره لغايه ما نكمل عدد من الشركاء يكفوا لشراء الارض دي. ما شاء الله في خلال 60 يوم كان معانا العدد الشركاء اللي كفى واشترينا قطعه الارض، وابتدينا على طول الحمد لله. دلوقتي احنا عملنا برج من 15 دور خلصناه بالكامل في اول تكتل ده، والموضوع مستمر الحمد لله وفي مشاريع جديده. احنا معانا بعض الصور للمشاريع اللي قامت بيها الشركه ده اللي في كورنيش المعادي. ده البرج بتاع اللي بقول لحضرتك عليه ده، اول تكتل تقريبا. ده خلص في قد ايه بقى؟ ايه؟ لا ده خلص في قد ايه يا استاذ؟ في انشاءات سنتين. يعني هو بس ما شاء الله ده برج كبير. لا 15 دور ومساحه كبيره الحمد لله. وهنا فين؟ اللي في كورنيش المعادي جنب بنك الاتش اس بي سي لو حضرتك تعرفيه، المقر الرئيسي بتاع بنك الاتش اس بي سي. ما شاء الله، يعني في سنتين لا معمول شغل لا كبير. احنا تقريبا ما كناش بننام، يعني هو ده الفيو من على من على الروف، احنا في مواجهه النيل اهو. يعني المشروع اللي زي ده حضرتك عملت دراسه جدوته وطرحته، فبدات الناس تشترك معاك اللي معاه مثلا مبلغ معين او قدر هو معين. هو في ترتيب للموضوع. مبدئيا هنا فكره التكتلات انه بنشتري الارض باسم الناس، يعني احنا كل اللي بنعمله بنعمل دراسه كامله وبنقول في قطعه ارض في المكان الفلاني اللي عايز يدخل معانا هي موجوده. فلما بنشتري احنا ما بنجمعش الفلوس، احنا بناخد الفلوس منهم نشتري لهم قطعه الارض باسمهم هم، يعني كانه هو اشترى قطعه الارض بس مش لوحده، يعني دخل معاه شركاء، احنا بنوفر له الشركاء دول. ونبتدي بعد كده بتفويض بالاداره والبيع منهم نبتدي نبني ونتفق مع شركات المقاولات ومع المهندسين. يعني من خلال الشركه عند حضرتك انت بتشجع الكوادر الشابه اللي معاها، يعني 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 يا جماعه والله على فكره موضوع حلو جدا جدا جدا. هو استاذ ريان بيقول انت معاك مبلغ، معاك فكره، معاك حاجه حبره على ورق، تعالى عندنا واحنا هنحقق لك ده مع زمايلك اللي برضو معاهم جزء صغير ما يقدروش لوحدهم. انا شايفاك ماشي بمبدا ايد لوحدها ما تسقفش. ده فكره التكتل اصلا، ان هو حتى لما حد بيجيب لي مشروع لوحده وعايز يعمله لوحده ما بساعدوش، بقول له لا لو انت معاك 10 20 فكره التكتل نفسها، لان انا شايف النجاح في ده. يعني هو فكره التكتل وتميزه في ان نكون عدد، ما يكونش واحد لوحده. جربنا كتير جدا فكره المشاريع الفرديه دي وكانت بتفشل او كانت بتقع، واحد هيضيع هيتكسر. انما لما يكون معاك عدد ويقابل المشروع مشاكل، العدد ده هيسندك لغايه ما المشاكل دي تروح وتبص تلاقي المشروع فعلا عدى المراحل الثانيه. طب ايه مشاريع عند حضرتك دلوقتي شغالين فيها ممكن بقى لو حد عايز يشارك او يعني يدخل بقى معاكم؟ احنا الحمد لله احنا في خلال الفتره القليله اللي ابتدينا فيها التكتلات دي، احنا في التكتل الرابع حاليا. ما شاء الله. التكتل الاول زي ما حضرتك شفتيه كده خلص، ده التكتل الثاني اللي في التجمع الخامس. حلو جدا. ده الوجار. وفكره وجار هنا، يعني حتى لما دخلنا في العقارات ابتدينا نعمل افكار مختلفه. ده عماره بس بامكانيات الكومباوند، يعني فيها حمام سباحه وجيم عماره لوحدها اكن كومباوند بس يعني التميز انك هتتمتعي بخدمات الكومباوند مع العدد الصغير، هم 8 شقق اصلا في العماره بتبقى موجوده، وسعر المتر فيها مش مغالى ولا حاجه زي اسعار السوق. يعني دلوقتي ممكن حد يحجز في حاجه زي كده؟ ده متاح عندنا في تقريبا سبعة. انت عارف انا من بعيد قلت ايه بقى التوين هاوس الحلو، ما توقعتش ان هي عماره بصراحه. هو لا هي عماره بس الامكانيات اللي فيها جميله جدا والاسعار اللي فيها كمان محترمه قوي. يعني وفي تقسيط بقى وكده؟ طبعا ده احنا عندنا اكتر من 5 6 انظمه سداد. يعني طب يبقى في ضمانات طبعا.
اه طبعا أوه. طبعا يعني مثلا احكي لنا كده. بص احنا هناخد كده ايه عشان ما شاء الله واضح ان الحاجات كتير. احنا هناخد لو حد عايز يدخل بجزء صغير مشروع كبير زي التكتلات بيبدا يعمل ايه يعني تمام. يتواصل معاكم ويعمل ايه؟ تمام. هو احنا مبدئيا الحصه في التكتل محدده ب 50,000 جنيه تمام. يعني الواحد ممكن يدخل بحصه حصتين ثلاثه بس هي البلك الوحده 50,000 جنيه. ما فيش مثلا 60 50 40 لا هي 50,000 حصتين ممكن 10 حصص. وقت تجميع او الاعلان عن التكتل ده ما بنبقاش لسه اشترينا الارض. فبنبتدي نجمع المبلغ ده باستماره حجز حصه كانه راح يحجز شقه عند شركه فبيمضي معاها عقد ابتدائي. فبنعمل معاها عقد ابتدائي انك شريك معانا في التكتل اللي جاي. واول ما بنجمع قيمه الارض بنروح مشترين الارض باسامي العدد اللي معانا اللي هم ال 50 يعني. هو اصلا التكتل 50,000 لخمسين واحد لخمسين يعمل معانا اتنين يعمل معانا 2,500 2,500,000 ده اللي بنشتري بيهم قطعة الأرض أو ندفع مقدم الأرض. أول ما دفعنا مقدم الأرض واشتريناها بنبتدي نكتب عقود البيع بأسامي المتكتلين. فالضمانة هنا أنك أصلا شاري أرض، أنا هنا مش مالك حاجة عشان تضمني، هي فلوسك. ما هو دلوقتي أكيد أي حد بيتفرج علينا بيقول طب أنا دلوقتي معايا ال 50,000 اللي حيلتي يعني اللي حيلتي هو ده كل حاجة في حياتي بالظبط. فأنا دلوقتي عايز أضمن يعني أنا دلوقتي لو اديتهم للشركة عند حضرتك تمام. أضمن إزاي إن هم حتى لو أنا ما حصلش نصيب يرجعوا لي فلوسي؟ هو مبدئيا هي فكرة الضمانة بالعقود القانونية الرسمية اللي بتحصل زي ما حضرتك بتروح بالظبط بال 50,000 دول تشتري شقة. فأنت في الوجار وفي التجمع الخامس كله مثلا أو في العاصمة الإدارية حضرتك بتدفع مقدم شقة وتاخد بيها عقد ابتدائي وتستلم الشقة دي بعد فترة. فهي الفكرة برضو انك خدت عقد يضمن لك فلوسك. انت بتاخد العقد هنا من شركة موجودة ليها مكان في الارض ليها تاريخ ليها المشاريع اللي موجودة فما فيش مش هتشتري هوا. بالعكس انت بتدخل بعقد قانوني واضح انك بتحجز حصة في عقار. واول ما اشترينا الارض على طول وده خلال 4 شهور يعني احنا ما بنفتحش المدة كتير. بعد الاربع شهور لو ما كملناش عدد التكتل بيبقى من حق المتكتل يا اما ياخد فلوسه مره تانية يا اما يمد معانا لست شهور ودي اقصى مده يعني وهي بتوصلش يعني بسكت. خلال 4 شهور بنكون جمعنا الحصص خلال 4 شهور من المشترك اللي هيكون موجود في الشركه. انت من حقك ان انت تسترد فلوسك في حاله ان ما بداش تكتل جديد من التكتلات. بالظبط كده. والله دي حاجات بالزبط. كويسه جدا. لا ده كمان هو يقدر لو مثلا بعد لو ما اشتريناش الارض هو يقدر يسترد فلوسه في اي وقت حتى لو قبل الاربع شهور بدون خصم يعني اي جنيه من لا مصاريف اداريه ولا اي حاجه يعني فلوسك. طب ما شاء الله. ده بيحصل. ولو بعد ما نشتري الارض بقى بيبقى ما ينفعش يسترد الحصه لان فلوسك ما بقتش معايا بقت في الارض اللي هي ملكك اصلا. لو هتخرج وبعد ما اشتري بتستنى شويه بس لغايه ما ندخل شريك تاني. طيب احنا فعلا من خلال فريق اعداد البرنامج احنا عملنا سيرش ولقينا فعلا ان الكلام ده حقيقي وعلى ارض الواقع. الموضوع مش وهمي ولا لسه كمان 10 سنين عشان نبدا مثلا نشوف حاجه قصاد عينينا. لا هو فعلا في تكتلات ومشروعات سواء صغيره او متوسطه او كبيره بتحصل خلال فتره زمنيه معروفه لان اي عقار له فتره زمنيه من البناء. فدي حاجه كويسه. اللي عاجبني بقى في الموضوع التشجيع. انا ممكن يبقى معايا 50,000 لا عارف اجيب شقه ولا عارف اجيب عربيه ولا عارف اتجوز ولا عارف اطلق ولا عارف اعمل اي حاجه. انا معايا 50,000 قاعد بيهم. فانتوا ممكن تفكروا بطريقه يعني مستقبليه حلوه. طب خليني انتقل مع حضرتك بقى الورش العمل اللي انت بتعملها. يعني انا شايفه ان انت كمان بتسعى ان انت تعلم الشباب يبقوا مستثمرين صغيرين. ده صحيح. سمعنا ان انت كنت في ورشه عمل في سوهاج. في سوهاج بالظبط. الناس هناك الطلبه هناك متحمسين جدا بالظبط. دي صور من الايفنت. ناس في منتهى الجمال في منتهى الحماس. هم بس وعندهم تعطش كبير جدا للشغل وللانجاز. فاحنا كنا عندهم هناك اول ما شاء الله. ده كم كبير. لا كان ما شاء الله كان تواجد كويس. والله كل دول عايزين يتعلموا ولا كل دول معاهم 50,000 جنيه؟ لا دول مش معاهم. دول ان شاء الله هيبقى معاهم 50,000,000 مش 50,000 باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لان احنا هي برضو انا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في ورش العمل ما بنتكلمش عن المحاسبه بس بنتكلم عن الشخص عن المحاسب ازاي تخطط لحياتك ازاي تعمل فلوس. يعني انا بعتبر انه النجاح في الشغل هو الفلوس. يعني بغض النظر عن اي حاجه ثانيه انت لازم يكون عندك تارجت فلوس بتعمله. طبعا. فده اللغه اللي احنا بنتكلم بيها مع الناس اللي هو ما تسلمش لفكره المرتب وما تسلمش لفكره الفلوس القليله. لا الفلوس كتير حلوه. انا ممكن بجانب شغلي سواء حكومي او خاص انا ممكن ان انا بجانب ده انا ببدا ابقى اشجع من نفسي واطور من نفسي بدل ما افضل بخطي في نفس خطوتي. يعني بدل ما افضل اخد ال10 قروش
انا ممكن خلال فتره ان انا العشرة دول ان شاء الله يبقوا 100 و1000 بالظبط صح كده بالظبط كده بالظبط. الوقت معاك ما شاء الله بيعدي بسرعه جدا, بس قبل ما انهي فقرتي عايزه حضرتك بقى توجه رساله لكل الشباب اللي بيتفرجوا علينا, اي حد عنده مشروع صغير فكره اقتراح يعمل ايه؟ هو مبدئيا احنا عندنا في الشركه, وده الكلام ده انا طرحته ممكن الناس ترجع لصفحتي على السوشيال ميديا هتلاقيه كتير, يعني احنا بنقول انه اي حد عنده فكره عنده حماس حتى انه يعمل المشروع يجي لنا. احنا بنعمل دراسات جدوى كامله للمشاريع دي وبدون اي فلوس, يعني أنا ممكن لو حد عنده فلوس ومشروع فكره كفكره لسه تحت الانشاء, فكرة تحت الإنشاء بيجي بنعمل له الدراسة المالية بتاعته, بنقول له يعمل إيه علشان يقنع اللي حواليه يعملوا تكتل. يعني أنا بقول للناس فكرة التكتلات مش فكرة محمد ريان ومش حصر على محمد ريان, أنت لو عندك أي لو مجموعة من أصحابك عايزين تعملوا مشروع مع بعض بتقولي بنعمل الدراسة وبقول لكم أفضل ناس تنفذ لكم الكلام ده إيه وأفضل شركات للتسويق وللتنفيذ. دي الصفحة بتاعت حضرتك دي الصفحة صح؟ بتاعت دي صفحة التكتلات بالظبط كده, والحساب الشخصي بتاعي الناس تدور على محمد على اسم محمد ريان هيلاقوا كل الفيديوز دي عليها كمان. هنزلها حالا إن شاء يعني الله. يعني يا جماعة مش بس أنا معايا فلوس ومش عارف إيه, مش يعني مش بس زي ما أستاذ محمد ريان قال أنا معايا 50,000 ومش عارف أعمل بيهم إيه, لأ هو بيقول فكره كمان انت اصلا ممكن ما يكونش معاك فلوس او بالزبط. لسه ما كملتش مثلا اول 1000 في حياتك بس انت عندك فكره بالزبط. وشايف ان الفكره دي تساوي 50 مليون, بتتوجه فورا للشركه او للمكان او للمقر اللي موجود فيه استاذ محمد ريان اللي هو التكتلات الاقتصاديه, بتبدا تطرح عليه هيعملوا لك دراسه الجدوى, هيعملوا لك الحسابات اللي المفروض تكون موجوده كم حد والعلاقات يعني والعلاقات. اي التنفيذ وكل ده, وده كله ما بناخدش عليه فلوس, احنا ما بناخدش فلوس غير في حاله واحده بس, اننا ننزل بقى وننفذ بايدينا. يعني لو احنا اللي هنمسك المشروع ده الحاله الوحيده اللي بناخد فيها فلوس, انما المعلومه والمعارف والحاجات دي ربنا من علينا بيها, فاحنا مش يعني ما بناخدش قصاده مقابل. واكيد يعني وفي ناس جربت الحمد لله الكلام ده, ما بناخدش فلوس غير في حاله لما بنشتغل فقط. فلا الناس تشتغل, الناس تفكر, والله مصر من اكتر الدول اللي فيها, مش من اكتر, هي فعلا اكتر دوله فيها فرص استثماريه وفيها فلوس. الناس من بره بتيجي تاخد فلوس من هنا, اقول عايزه بقى يعني تنشط كده. ده حقيقي كده. والله ده حقيقي والله. احنا بس يعني عايزين نشتغل نمشي نطلع لقدام, وهتلاقي الفلوس موجوده, البلد فيها امكانيات مش طبيعيه, الاجانب بيجوا يستفيدوا من الكلام ده حالا دلوقتي والله. وانا الكلام ده مش بقوله من فراغ ولا بقوله مجامله, احنا بنأسس شركات لاجانب تقريبا كل يوم كل يوم, فالناس دي جايه تستثمر هنا ليه لو مفيش فرص استثماريه؟ فالاولى بالمصريين ان هم يشتغلوا ويبتدوا يعملوا لنفسهم المشاريع دي, وان شاء الله اللي يحتاج اي حاجه هيلاقينا موجودين باذن الله رب العالمين. استاذ محمد ريان رئيس مجلس اداره شركه التكتلات الاقتصاديه وصديق الشباب, انت المفروض يعني يطلع عليك لقب صديق الشباب. حاجه تفرح انا بدل ما ابقى حاسس نفسي في نص الطريق لا عارف ارجع ولا عارف اطلع, خطوة من خطوات النجاح في برنامج خطوات مع أستاذ محمد ريان. ابدأ بداية جديدة جنب شغلك جنب حياتك جنب أسرتك جنب كل حاجة زي ما هي, ابدأ معكش فلوس, ابدأ بفكرة, اتجه فورا للشركة قول لهم أنا شايف كذا كذا كذا, هتلاقي ناس بتساعدك من غير فلوس ومن غير أي حاجة, هي بتساعدك لأن هي حست أن التكتلات أو التجمعات أو المشاركة أو الإيد اللي لوحدها ما بتسقفش, لما نتجمع كلنا بنعمل خطوات كتيرة في طريق النجاح. حضرتك بجد مثال مشرف لمصري اقتصادي جميل, نورتني وشرفتني, وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب نشوف كل الشباب وكل الناس وكل المصريين وتشوف بلدنا دايما يا رب في الأعالي بإذن الله. خلصنا حلقتنا النهاردة, وبإذنك يا رب الحلقة جديدة في الأسبوع اللي جاي من خطوات. ياسمين سيف الدين.